اللي كنت اكيد ضيعه ضيعه حياه نو ثلاثه اصحاق غير فينو والله ما اصحاق غير فينو في الشعب في مشات ويسكي والحفلات اخو نهار شحال عشاري تواريخ السلطات النظر ام يقليم العمالات النظر وغادي التاريخ عرخبه مش عطاسم غداني تاتي ها وينو من دا عندي هداه واحد سن واسيغ الشين ولا واسوي مش قمض تمتي غدا الصمد ناني الشغل وين غير سبيتا وهادي داري القرخبه ما يتجا المسؤول النظر ماني يتجا المسؤولين ماني يتجا ما تسندين اكثر ونسان تا هو الشقات من دا عندي الشارع خصني تصمدني ما يمو لنا يا ربي لي ما غاسلش انا الضمير ما غاسلش انا موري ما غادي نمسل من هنايا خد بينا وتجيبو لي نمسل من دوداي والله ما غادي نمسل من دوداي وحسي بالقاع ها هو الشعبقاع وحس بالقاع مش من داخل ضحي العشاريو نغاي لا غاتصمد تا وينو قام من دار وسي خشينو لا واسوي السلطات قوا التاريب والخبا ام سوقي القاع كاين اللي قاشين سوين تسلك ثار ونسن تراك واحد ثار ونسن مش شين امو لنا سيدنا خو جيبو امو لنا سيدنا واجبو امو لنا سيدنا اش جدور نغير الخطاب لنا سيدنا الفقراء وغاس دي كورنشا بركي الخاتم نغي قاسيدنا تارا تغثى وهي القان وهي التيدان والحسبان شحال شكي ذاني تدي دي شحال حيد عشر يوم حيد عشر يوم شنو تيغدا مش دي الزنقة السلطات ولا دي جتن مرة ما جا المنتخب ما جا المنتخب المنتخب النظر ما لي روحان بركي قتبار عاد قتبار عندي اربات زوينة قوا داري بورخبا قتل مصالح انسان ها اني خاصني اشحن الجل من دار قوا تجيبو لي الحق وقع وتجيبو لي الحق ودابين واسم بو الضمير والله ما غاس الضمير وتبين سار القعدي ها هو بوبري ماني غير حو بوبري ما يحاذي من داني قاخو سهر حي العشاريو ما نواكلي قربو الحل قلش مستعد اصحاق غيخ فينو والله ما اصحاق غيخ فينو اتحمل مسؤولية السلطة النظرة والله ما تحمل مسؤولية ينو قول ما اصحاق غيخ فينو سليسانس وتحمل المسؤولية المسؤولية الذعامة للنظرة وسالينا كنت اكيد ضيعة ضيعة حياتي نوث روح مش حياتي نوث روح صافي حياتي نوث روح تروح من ده الزول قية خصنا اصحاق يخفينو غير اصحاق يخفينو شان الزول غير عقل مخطا وينو هذا يا رنا عقل مخطا وينو الشركة يا الدرماية والدرماية الشركة يا قحشو مقا عيبو عار يا المهم قد من اللي يغزي السلطة النظر اتحرك ما لو اتحرك قنش قد قغل الحال هي اللي سانس سالينا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كنت واجد الآن من داخل المعتصم حي المطار اليوم 11 الإخوان رشيد فريد ولوك عبد الواحد المطرودين من طرف شركة اس او اس لتدبير المفوض لجماعتي الزغرغن وابن نصر من هذا المكان كنندو من جهات المسؤولة لا أذن صاغية والناس مضامنين معنا البرالي كيجي عندنا السلطات مسؤولات فينا ما تصنتات لينا ما والو حنا اليوم كنقرروا كمكتب نقابي ديال شركه ايوس باش البرنامج ديالنا يكون بشكل تصعيدي ومن هذا المكان هذا كنحملوا المسؤوليه لجميع السلطات المعنيه لان القضيه ديالنا ما جيناش واعتصمنا من بعد 3 أو 4 ديال الوقفات احتجاجية بتنديد هضم حقوقنا اللي كانت مكتسبة هذه 12 سنة واليد ديال المساعدة اللي قدمنا على هذه الشركة هذه المعنية بالأمر حتى كنتفاجئوا بتشريد الأسر يعني حد الآن راها جرت على 9 ديال الأسر اليوم كيعيشوا التشرد في إقليم الناظور ظلما وعدوانا جهات المسؤولة احنا دائما في جنب الجهات المسؤولة وكنطبقوا الأوامر
وكنتصنتوا التعليمات. حنا دائما رهنا التعليمات ديال الجهه المسؤوله، لكن مع هاد الشركه هادي راه تعرضنا للتهميش وتعرضنا للقمع والظلم، انتزعوا الحقوق ديالنا حتى ابسط الاشياء ما كنتوفروش عليها. وحنا مره اخرى نكرر ونقول ما عندناش اداره هنا اللي كنتواصلوا معها، ما عندناش ادوات العمل، تامين على الحوادث، عده اشياء ما كنتوفروش عليها داخل هذه الشركه هذه. ولاخر مره اقول تحيه عاليه لجميع الاخوان والاخوات اللي كيجيو كيأزرونا داخل هذا المعتصم من جميع القطاعات الموجوده على اقليم الناظور. من جميع القطاعات كيجيو كيأزرونا كيزورونا هنا في المعتصم، وحنا اليوم كنوجهوا تحيه كذلك ومثال لسيدنا الله ينصرو باحتفالا بعيد المسيره الخضراء وعاش محمد السادس والصحراء المغربيه. 11 يوم وحنا بالضبط لا حياه لمن تنادى، العماله تتشوف كل شيء على عينيها وما كتحركش الساكنه، كاع ما كاينش اللي يرد عليك. ولادنا ما عرفناهم واكلين، ما عرفناهم شاربين، ما عرفناهم كسيين، ما عرفناهم مصبطين. 11 يوم هذه وحنا ناعسين في الزنقه. جات الوقايه المدنيه دات الاول مشات، رجع تيتابع النضال ديالو الاعتصام ديالو. جات الوقايه المدنيه داتني انا مشيت رجعت والو. هاد الناس هادو شنو بغاونا؟ واش بغاونا حتى نشعلوا ليسانس في راسنا؟ واش بغاونا حتى نموتوا؟ وغادي نديروها ان شاء الله، غادي نديروها، غادي نشعلوا راس في راسنا ليسانس باش هما يبقاو على خاطرهم، وذنوبنا وذنوب اولادنا على رقبتكم، وانتم غادي تتحملوا المسؤوليه ديالكم.